وصلت نيجيريا إلى مالاوي سعيا وراء تحسين موقفها بعد الفوز على ناميبيا في افتتاح تصفيات المجموعة السادسة. أما منتخب مالاوي فيجد نفسه في موقف حرج أمام مشجعيه. تعرض إنياما حارس مالاوي لتسديدات كثيرة منذ صافرة البداية، وكان ذلك اختبارا لردة فعله. واصلت مالاوي سيطرتها وضغطها على نيجيريا، ولكن تسديداتها كانت ضعيفة. في نهاية المباراة افتتح النيجيري كالو التسجيل بعد متابعته لركلة موسى أحمد الحرة. بدأ أن المضيفة تلقى صفعة قبل دقيقة من النهاية، ولكن مالاوي ردت بعد دقيقة وتعادلت إثر ارتباك أمام مرمى نيجيريا، وسجل باندا هدف التعادل.